ذكرت وزارة المالية البريطانية أن 6 من أقاليم ما وراء البحار البريطانية وافقت على تسليم بيانات أصحاب الودائع المصرفية لخمسة دول تابعة للاتحاد الأوروبي، وهي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، لمكافحة التهرب الضريبي. الأقاليم الستة تعهدت بتشديد إجراءات شفافية في منظومتها المالية وكشف البيانات المفصلة حول أصحاب الودائع المصرفية بما فيها الأسماء والعناوين وقيمة الودائع.